تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله دائما مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا التفاؤل وأيضا الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له أثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل أن نبدأ فقرات البرنامج مستمعينا، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وأيضا مخرجنا في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة دائما نرحب بمشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما مثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان اكتشاف طريقة جديدة لتحديد العمر البيولوجي بدقة. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات التواصل الاجتماعي بتكون إن شاء الله بتعطينا المستجدات أختنا أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية اليوم مستمعينا تحت عنوان التغذية السليمة لمرحلة ما قبل السكري، ومثل ما تعرفون ان يعني الاصابه بداء السكري هناك مرحله ما قبل السكري، وبنتعرف اليوم ان شاء الله مع الاستاذه ريهام احمد اخصائي اول في التغذيه السريريه في هيئه الصحه بدبي عن مرحله ما قبل السكري، وايضا بنتعرف معاها عن التغذيه، كيف التغذيه السليمه مستمعينا الاعزاء له دور كبير جدا في تفادي الاصابه بداء السكري، وايضا بنتعرف على انواع السكري. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء عن خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمات طب الأسرة، وبتكون معنا ضيفة عبر الهاتف الدكتورة خولة عيسى الحجاج، طبيب أخصائي أول وأيضا مدير مركز زعبيل الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبنتعرف أيضا من الدكتورة عن خدمات طب الأسرة. هاي كلها فقرات برنامجنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على البرنامج على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع إلى فقرة الأخبار. اكتشاف طريقة جديدة لتحديد العمر البيولوجي بدقة. تمكن علماء الأحياء الألمان لأول مرة من ابتكار طريقة لتحديد العمر البيولوجي بدقة بواسطة التعبير الجيني، أطلقوا عليها اسم BIT ساعة الشيخوخة النسخية المزدوجة. وتشير أيضا مجلة Aging Cells إلى أن الشيخوخة البيولوجية هي العامل الرئيسي لمعظم الأمراض وانخفاض وظائف أعضاء الجسم، وأيضا فقدان تدريجي لفسيولوجية أنظمة الجسم. وبالطبع مستمعينا الأعزاء أن جميع البشر يتقدمون بالعمر بطريقة مختلفة، ولكن العمر البيولوجي يمكن أن يختلف أحيانا وبشكل كبير عن العمر الزمني.
لذلك يبحث العلماء حاليا ودائما عن المؤشرات البيولوجية للشيخوخة التي يمكن بمساعدتها تقدير العمر البيولوجي للإنسان، لأن هذا مهم جدا لتحديد العوامل الجينية وأيضا العوامل الخارجية المؤثرة في عملية الشيخوخة، وعلى أساسها ابتكار طرق للتجديد وعلاج أمراض الشيخوخة. ويذكر أن الطرق الحالية لتحديد العمر البيولوجي تعتمد بصورة أساسية على تحليل الحمض النووي أيضا، حيث مع التقدم بالعمر تتغير درجة المثلية ارتباط مجموعة الميثيل بجينات معينة، كما يتبع العلماء ما يسمى بالتغييرات اللاجينية في الجينوم أو مؤشرات الحمض النووي اللاجيني، وعلى ضوء النتائج يقدرون أيضا العلماء مستوى شيخوخة الجسم. ولننتقل مستمعينا الأعزاء من فقرة الأخبار، واليوم كان تحت عنوان اكتشاف طريقة جديدة لتحديد العمر البيولوجي، إلى فقرتنا الثانية فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو صفحات مماثلة، مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. سرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية، ويوم إن شاء الله سعيد أختي أسماء. سعيد على الجميع يا رب. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي في الأمور اللي صارت خلال عطلة نهاية الأسبوع. في عطلة نهاية الأسبوع تم تذكير بالفئات المستهدفة. الفئات المستهدفة في الوقت الحالي هي مرت بمجموعة مراحل. حاليا نحن في مرحلة ثانية لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 بهيئة الصحة، واللي هي بدأت من 2 مارس. الفئات هم المواطنون حاملي إقامة دبي سارية من عمر 40 سنة فما فوق، كبار السن 60 سنة فما فوق من القاطنين في دبي ويحملون إقامة إمارة أخرى، أصحاب الأمراض المزمنة من حاملي إقامة دبي سارية، أصحاب الهمم من حاملي إقامة دبي سارية، مواطنو دول مجلس التعاون من لديهم بطاقة هوية إماراتية. هذول كلهم أخويا يقدرون يحجزون عن طريق مركز الاتصال 8342 أو من خلال التطبيق الذكي اللي هو DHA. بالنسبة لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، يمكن حد موعد من خلال تنسيق بين الهيئة هيئة الصحة بدبي والمؤسسات في العلاقة. من ضمن الأسئلة اللي وصلتني في قنوات التواصل الاجتماعي، من هم اللي يعتبرون من المهن الحيوية؟ المهن الحيوية هي بتكون بتكون الخدمات اللي تقدم مثل الدفاع المدني، البلدية، مثل الأمور الخدمات المشابهة للتعليم والمواصلات والدفاع المدني والمياه والكهرباء والبلدية، لأن هاي كانت من أكثر الأسئلة اللي وصلتنا، من هم المصنفين تحت المهن الحيوية. هاي هي الخدمات المشابهة لهذه القطاعات. أيضا من ضمن الأشياء اللي كان بمنا، هذا يعتبر شهر المرأة، نحن كل أسبوع نحط مجموعة من النصائح الخاصة بالمرأة. هذا الأسبوع كان علامات اختلال الهرمونات عند المرأة، وهي مجموعة من الأمور اللي لازم هم ينتبهونها، أو علامات إن هم يعني ممكن أو لازم يروحون يفحصون عشان يطمنون على نفسهم. قد ما تكون هي علامات إن تكون عندهم مشكلة في الهرمونات، لكن من المحبذ إنهم يصيرون يفحصونها. موجودة أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي. تقريبا نحن بشكل مستمر نزود الجميع بالنصائح الخاصة، النصائح الصحية العامة والمتعلقة بالتطعيم وكوفيد-19. والأهم من هذا كله أن جميع مراكز هيئة الصحة يعني تعمل بالنظام المواعيد المسبقة. أيضا من ضمن الأشياء نحب نأكد عليها الالتزام بإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ التطعيم، وهذا لسلامة وسلامة المجتمع. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل نحب نذكركم أيضا فقرتنا الثانية بتكون اليوم فقرة حيوية وأيضا مهمة، واليوم إن شاء الله بتكون معنا الأستاذة ريهام أحمد، أخصائي أول في التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي،
وموضوعنا مع ريهام اليوم بيكون عن التغذية السليمة أو التغذية السليمة ما قبل السكري. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن الإصابة بداء السكري سواء يعني الشخص يصاب بالسكري بسبب يعني وراثي أو بسبب نمط حياة غير صحية أو الوزن الزائد. ففي بعض الحالات مرات يعني بعد الفحوصات الخاصة يتم يعني إبلاغ الشخص بأنك أنت احتمال يكون عندك السكر أو مقبل على أنك يكون عندك السكري. فهناك طبعا برنامج غذائي ممكن أن الشخص هذا يتبعه على أساس أنه ما يكون مستقبلا مصاب بداء السكري. وطبعا اليوم مع الأستاذ ريهام بنتحدث في هذا الموضوع، وأيضا بنتعرف ما هي مرحلة ما قبل السكري، وكيف أيضا مستمعينا الأعزاء التغذية السليمة له دور كبير جدا في تفادي الإصابة بداء السكري. وأيضا بنتكلم عن أنواع السكري وكيف للغذاء، هل الغذاء يعجل بأن الإنسان يصاب بالسكري ولا يقلل. كل هاي التفاصيل مستمعينا الأعزاء مع ضيفتنا إن شاء الله اليوم الأخت ريهام أحمد، أخصائية أول في التغذية السريرية، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأيضا عبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما ذكرنا مستمعين الأعزاء قبل لا نطلع الفاصل بأن فقرة التغذية اليوم عن التغذية السليمة لمرحلة ما قبل السكري. وداء السكري مستمعين من الأمراض المزمنة المتشعبة وذات الإشكاليات أيضا الصحية المتعددة، ولكن دائما الوقاية خير من العلاج، والوقاية من الإصابة بداء السكري مستمعين أو أيضا الوقاية من تطور الحالة للمصابين بداء السكري وهذا المرض، رغم أنه كما يعني ذكرنا من قبل بأن يعني مرض له أعراض جانبية قد تكون خطيرة، إلا أن من السهل السيطرة على المرض والحد أيضا من مخاطره ومضاعفاته وأيضا مشاكله سواء للشخص المصاب أو للأشخاص اللي لديهم مثل ما ذكرنا قابلية للإصابة بداء السكري سواء من السمنة أو من نمط الحياة الغير صحية أو بسبب يعني الوراثي. للحديث مستمعينا عن هذا الموضوع وتفاصيل هذا الموضوع يشرفنا أن تكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ ريهام أحمد، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذ ريهام صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور والصحة والعافية دائما إن شاء الله. الله يسلمك يا أستاذ ريهام. طبعا اليوم حديثنا عن التغذية السليمة لمرحلة ما قبل السكري. أستاذ ريهام لو تعطين يعني توضيح لمستمعينا الأعزاء ماذا يعني مرحلة ما قبل السكري؟ طيب تمام، اسمح لي أخي يعني أبتدي مكان ما انتهيت أنت بكلام حضرتك. نعم، إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. مرحلة ما قبل السكري هي بمثابة جرس إنذار للمريض أو للشخص إن هناك ارتفاع في مستوى الجلوكوز أو السكر في الدم مرتفع عن النسب الطبيعية العادية، لكنها ليست مرتفعة بما يكفي ليصنف المريض على أنه مريض سكر من النوع الثاني، ومن هون جت التسمية إنه ما قبل السكري. أنا عندي ارتفاع بالسكر مرتفع بنسبة معينة عن المستويات الطبيعية، لكن ليس مرتفع بالمعدل الكثير أن المريض هذا يصنف كأنه مريض سكر، فهي كنقص خطر أو أنه كجرس إنذار للمريض أنه انتبه إذا ما غيرنا من السلوكات الغذائية، من نمط الحياة، من اتباع نمط حياة صحي، ممكن هالشي يتطور ويصاب المريض بالسكر من النوع الثاني. صحيح. أيوة، لكن في هناك خبر جيد أنه ممكن أنا ببعض التعديلات في نمط الحياة، اتباع أسلوب حياة صحي، ممارسة رياضة،
تلعب دور كبير في المحافظة على نسب طبيعية لمستوى السكر. ممكن أنا أخر أو أمنع أني أنا أنصاب بمرض السكر من النوع الثاني إذا غيرت في أسلوب حياتي وجعلت أسلوب أو نمط حياة صحي. نعم أستاذة ريهام، أيضا لو تذكرين مستمعينا الأعزاء يعني قبل أن نأخذ أن كيف للتغذية، نحن ذكرنا أن يعني التغذية لها يعني دور حيوي جدا في حياة الإنسان، ولكن للشخص المصاب بداء السكري أكيد التغذية لها دور حيوي وكبير في يعني الإصابة بداء السكري. ومثل ما ذكرتي بأن هناك أيضا يعني أنواع من السكري اللي هو النوع الأول والنوع الثاني، وأيضا تقدرين تضيفين الأنواع الثانية أستاذة ريهام. صح. هو صراحة أيضا حسب حتى الإحصائيات أغلب المعرضين للإصابة بما يسمى بما قبل السكري هم الأشخاص أصحاب الأوزان الزائدة أو المصابين بالسمنة. صحيح. يعني بسبب وجود الكتل الدهنية بتمنع أو بتعيق يعني بتجعل الخلايا اللي المفروض تستقبل السكر تستخدمه لعمليات إنتاج الطاقة وللعمليات الحيوية بتتم بالجسم، هاي الخلايا مع وجود الدهون بصير فيها مقاومة بتمنع الأنسولين إنه يدخل عندها وبالتالي تستفاد منه. فالأشخاص اللي هم دائما عندهم عفوا أوزان زائدة أو مصابين بالسمنة هم أكثر عرضة، فبالتالي في بعض التعديلات الغذائية أحافظ على الوزن. الدراسات أثبتت إنه إذا نزلت وزني في حال إصابتي بزيادة الوزن أو بالسمنة بمعدل 5-7% هذا بيساعد على إنه يخفض معدلات السكر في الجسم. صحيح. ما ننسى الرياضة، دراسات أيضا أثبتت إنه مو أقل من 150 دقيقة في الأسبوع تساعد أيضا على المحافظة على نسب سكر طبيعية في الجسم، وبالتالي أيضا بتساعد على تقليل الوزن. بالنسبة للعادات الغذائية الخاطئة ممكن إحنا نستبدلها بعادات غذائية سليمة، وهي قد تكون يعني عفوا أستاذة ريهام يعني أحد الأسباب الرئيسة في الإصابة كثير من الناس بداء السكري، اللي هي مثل ما ذكرنا في البداية نمط الحياة، الأكثر من الأكل أو الأكلات اللي فيها نسبة الدهون زائدة أو نسبة أيضا السكريات. صحيح. يعني نمط الحياة السيء مثلا بيعتمد على كمية كبيرة من النشويات. صحيح. الحلويات، السكر، الدهون، الأطعمة السريعة الغنية بالسعرات الحرارية بدون أي فائدة، هاي كلها بتلعب دور في زيادة الوزن وبصير الإنسان معرض للإصابة بالسكر والأمراض أخرى مثل القلب، أمراض القلب والشرايين. زي ما حكينا أنه في خبر جيد أنه أنا ممكن في بعض التعديلات بنمط حياتي أخر أو أمنع إصابتي مثلا بمرض السكر من نوع ثاني. طبعا هناك عوامل ممكن وراثية بتلعب دورها إحنا ما فينا نتحكم فيها، بس بالأسلوب ونمط الحياة ممكن أعتمد نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع المجموعات الغذائية للوصول لوزن مثالي وبالتالي أحصل على نسب طبيعية للسكر. نعتمد مثلا على الحبوب الكاملة في أكلنا اللي هي الخبز أو الأرز أو المعكرونة تكون كاملة في النخالة بدل ما أستخدم الطحين الأبيض، لأنه النخالة هذه فيها نسبة ألياف بتعدي المعدة بتحسس الإنسان بالشبع وما بتخلي السكر يرتفع يعني بصورة كبيرة، فبيكون ارتفاع السكر بصورة تدريجية وضمن الحدود الطبيعية لسكر الدم. ما ننسى أيضا الخضار، الفاكهة فيها نسب ألياف ممتازة لأنها يعني أغلب الناس أوقات يعني بينسوا يأخذوا مثلا كمية من الخضار أو فاكهة من خلال اليوم، فدائما بنشجعهم من 3-4 حصص من الفواكه أو الخضار المحتوية على الألياف اللي لها دور كبير في المحافظة على نسب سكر طبيعية. ما ننسى أيضا البروتينات مثلا اللحوم، الأسماك، هاي بس تكون قليلة الدهون. مثلا الأسماك جدا ممتازة، الدهون فيها دهون صحية، الدجاج يكون منزوع الدسم أو منزوع الجلد عفوا فبتكون نسبة الدهون أقل فيه. حتى اللحوم الحمراء تكون حاولها تكون نشيل عنها كل الدهون أو كمية الدهون اللي بتكون على اللحوم نحاول نتخلص منها، فبالتالي أنا بحصل على كميات من البروتينات امتصاصها جيد بدون ما أخذ كمية عالية من الدهون. نحاول الألبان، منتجات الحليب كمان أيضا تكون قليلة الدسم. بالعودة إلى الدهون الصحية مثلا زي الموجودة في زيت الزيتون، هي دهون صحية جدا غير مصبعة، زيت الزيتون، زيت الكانولا، المكسرات غير المملحة،
فاكهة الأفوكادو فيها دهون أيضا صحية. صحيح. فبالتالي أنا طبقي يكون محتوي على جميع المجموعات الغذائية. بس بعد أستاذة يعني ريهام، هو يعني التوازن في التغذية والطبق إنه يكون يعني متوازن، بحيث إنه مثل ما تفضلتي إنه يحتوي على كل العناصر الغذائية اللي يحتاج الجسم، أيضا يحتاج إلى دور يعني حيوي للشخص نفسه إنه يثقف نفسه ويعرف يعني هاي الأشياء المهمة، إنه يعني أثناء وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء لابد أن يكون في توازن في الوجبات. فأكيد أنتو أستاذة ريهام دوركم حيوي جدا في تثقيف أفراد المجتمع عن نمط الحياة الصحي بشكل عام، وبالأخص للمصابين بداء السكري. صحيح. هناك يعني طبعا نمط حياة خاص لهم، وأيضا مثل ما تفضلتي وذكرتي للفئة اللي مقبلين أنهم يكونوا مستقبلا عندهم السكري، أيضا هذه لابد أن يكون عندهم ثقافة يعني كاملة جدا. صحيح. بالنسبة لنمط الحياة الصحية. صحيح صحيح، كلامك صحيح 100%. زي ما تكلمنا يعني هي زي جرس إنذار إنه السكر ابتدى يرتفع، فلازم نعدل شوي، يعني لازم أنتبه إنه في شيء غلط، فلازم أنا أعدله حتى ما يتطور ويصير عندي مرض السكر من النوع الثاني. نمط حياة صحي وجدا يعني ممكن بخطوات بسيطة. وجبة الغذائية تكون محتوية على كل المجموعات الغذائية بكميات معينة محددة تسد حاجتي، أحصل فيها على العناصر الغذائية اللي أنا بحتاجها بدون لا زيادة ولا نقصان. ومن هنا أنا بحب يعني في بعض الناس لما يصير عنده سكر أول شيء بروح بلغي أو بكنسل وجبة كمية الكربوهيدرات. نعم. لا عيش ولا خبز ولا معكرونة ولا بطاطا، هذا شيء غلط جدا، ممكن الإنسان يكون صحيح. معرض لهبوط السكر. فأنا ما بدي أحل المشكلة بمشكلة أكبر منها، دائما وجبات غذائية سليمة متوازنة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية، ممارسة رياضة بما لا يقل عن نص ساعة في اليوم بمعدل مثلا 150 دقيقة في الأسبوع، اتباع نظم يعني نمط غذائي ونمط حياة صحي أكيد بيجنبني الكثير من الأمراض، أو حتى صحيح. في حال الإصابة بتكون مضاعفات. نعم. أستاذة ريهام، نحن يعني قبل لا نختم معك ونبغي أيضا تعطينا بعض النصائح والإرشادات يعني عامة لتفادي الإصابة بالسكري، ولكن أحب أني أيضا أنت تبشرين الأشخاص اللي مصابين بداء السكري أو اللي مقبلين للإصابة بداء السكري، أن رغم يعني الحديث اللي احنا تحدثنا معك وأن السكري له مشاكل وله يعني أيضا مضاعفات وله كثير من الأمور، إلا أن من السهل السيطرة عليه والحد من مضاعفاته ومخاطره ومشكلاته. كيف ممكن يكون هذا الشيء أستاذ ريهام؟ صحيح صحيح كلامك أخي. هلأ مرض السكر هو مثلا في حال إصابتي أنا في مرض السكر يعني بدي أتعامل مع هالمرض، لأنه يعني ما في حبة دواء أنا بأخذها وبشفى من هالمرض. صحيح. بس ممكن يعني أسيطر عليه أو أتأقلم مع المرض من خلال اتباع نظام حياة صحي. صحيح. دائما يعني أنا كأخصائي التغذية بتكلم بخصوص التغذية، نظام غذاء صحي، ومش غلط في حال لا سمح الله الإصابة أو في حال مثلا كان عندي سكر مرتفع ما قبل الإصابة، طبعا لازم مراجعة الطبيب مراجعة أخصائي التغذية، نعمل نظام غذائي بحاجات الشخص من السعرات الحرارية من كمية الكربوهيدرات، أتناول وجباتي زي ما تكلمنا تكون متوازنة محتوية على جميع المجموعات الغذائية، وما أنسى النشاط البدني دائما بنتكلم عليه مش أقل من 150 دقيقة في الأسبوع. يعني دائما نرجع لأهل الاختصاص ونحاول يعني العادات الغذائية السيئة في حياتنا نستبدلها، هذا جدا جدا بيساعدنا على السيطرة والتأقلم مع يعني مع المرض في حال الإصابة لا سمح الله. نعم. الأستاذ ريهام أحمد أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، نحن سعداء جدا في الحديث معك الحقيقة عن هذا الموضوع المهم والحيوي، ويعطيك ألف عافية أنت وفريق العمل الحقيقة اللي دائما يعني جهودكم كبيرة ومهمة في توعية أفراد المجتمع عن داء السكري وكيفية أيضا التعامل مع هذا الداء، سواء كان الإنسان مصاب أو مقبل أنه يكون مستقبلا مصاب بداء السكري. شكرا جزيلا لك. العفو العفو، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، ولكن أيضا بعد الفاصل عندنا موضوع اليوم مهم جدا، وخدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمات طب الأسرة، وبتكون معنا إن شاء الله اليوم عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة خولة عيسى الحجاج، طبيب وأخصائي أول في مركز زعبيل الصحي بهيئة الصحة بدبي. دائما نرحب بالتواصلكم معنا على الأرقام 6-00-551-414 وعلى الرسائل النصية
القصيرة SMS 4006 وإن شاء الله راجعين بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونذكركم مستمعينا الأعزاء فقرتنا اللي قبل كنا نطلع الفاصل عن التغذية السليمة لمرحلة ما قبل السكري. دائما نذكركم مستمعينا الأعزاء الجانب التثقيفي في الإصابة بداء السكري مهم جدا، وأيضا يعني دائما علاج الإنسان أو السيطرة أو علاج الحالة النسبة كبيرة يمكن 70% عند الشخص نفسه يقدر أنه يعالج نفسه بشكل ذاتي. فعلى أساس أنه يعالج بشكل ذاتي يعالج نفسه بشكل ذاتي لابد أنه يكون عنده الكثير من الثقافة والمعلومات. فهذا هاي نصيحة مهمة للشخص أو للأشخاص عفوا المصابين بداء السكري. ننتقل مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وخدمات هيئة الصحة بدبي، وأيضا أحد المواضيع المهمة اللي هي خدمات طب الأسرة. طبعا دائما المحافظة مستمعينا الأعزاء على الصحة العامة وتعزيز الوقاية والحماية من الأمراض سواء كانت هاي الأمراض سارية أو غير سارية، كل ذلك يحتاج إلى تقوية جهازنا المناعي. طبعا تقوية الجهاز المناعي مهم جدا وبالأخص خلال الفترة هاي فترة جائحة كوفيد 19 على الحياة، ونحتاج بأن تكون عندنا يعني الجهاز المناعي بشكل جيد. للحديث والتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مستمعينا يشرفنا أن تكونوا ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة خولة عيسى الحجاج، طبيب وأخصائي أول وأيضا مدير مركز زعبيل الصحي بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة خولة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، تسلمون. أول شيء أحب أصبح على المستمعين وأشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يكون الحوار مفيد للمستمعين. الله يسلمك دكتورة، ونحن أيضا يعني شاكرين وجودك معنا وأيضا وقتك الثمين. دكتورة، يعني دائما تقوية المناعة والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز الوقاية مثل ما ذكرنا جانب مهم وحيوي للإنسان لابد أن يأخذ بعين الاعتبار. دكتورة، لو نتكلم اليوم عن خدمات طب الأسرة، لو نتحدث عن طب الأسرة، ما هي الاختصاصات دكتورة طبيب الأسرة في مراكز هيئة الصحة بدبي؟ أول شيء إذا أنا يعني أول شيء لو نبتدي أول شيء نعرف المستمعين شو هو طب الأسرة. نعم. إن هناك وايد مخالطة بين طبيب الأسرة طبيب العام، شو هو تخصص طب الأسرة؟ فخلي نعرف شو يعني طب الأسرة. الطب الأسرة هو الطب اللي معني برعاية صحية أولية شاملة. ليش قلنا شاملة؟ لأن هي ما تعتمد على الأمراض أو العلوم العضوية، لا، تشمل العلوم العضوية السلوكية النفسية والاجتماعية. فنحن يوم نشوف المراجع أو المتعامل نشوفها في شمولية، نترك صحيح. نشوف كيف المرض، كيف الحالة النفسية السلوكية، لأن هذا كله يأثر على جهاز الجسم، يأثر على المناعة. وبعدين اللي يميز الطب الأسرة هي الاستمرارية، يعني احنا ما نشوف حين اليوم المريض نعالجه من مرض وخلاص يروح عنه، لا، الاستمراري دائما نشوف، يعني نشوف الأب والأم الأطفال الأسرة دائما يكون في هذه الزيارة المستمرة، سواء لأخذ النصايح، عمل فحوصات طبية، استشارة طبية. فهذا هو اللي يميز الطب الأسرة، انه يتركز على الفرد والمجتمع ويشوف صحيح. يقدم الخدمات الرعاية الصحية والوقاية للأفراد والمجتمع. نحن ما نركز اليوم على فرد واحد، لا، نحن نركز على أسرة وعلى مجتمع بشكل شامل. فهذا هو اللي يميز الطب الأسرة. بخصوص سؤالك على الخدمات اللي يقدمها طبيب الأسرة،
طب الأسرة طبعا تشوف الأفراد جميعهم بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن الجنس، فنحن نقدم خدمات شاملة لكل أفراد المجتمع، تتركز على علاج الأمراض، سواء هذه الأمراض اللي هي الأمراض المزمنة ولا الأمراض الحادة أو الأمراض السارية أو الغير سارية. هذه من أهم الأمراض أو خلينا نقول الناس اللي نحن نشوفهم باستمرار. من غير هذا في عندنا خدمات أخرى، مثل الخدمات كنت أتكلم قبل فاصل عن ما قبل السكري والسكري. صحيح. نحن عندنا عيادة متخصصة في طب الأسرة، يقدمونها أطباء أسرة عندهم تخصص أو دبلومة في السكري، فهذين يشوفون، أو ماجستير في السكري، فهذين يشوفون مرضى السكري ويشوفون مرضى الناس اللي عندهم مرحلة ما قبل السكري. صحيح. نحن أهم شيء عندنا الوقاية، أن نمنع المرض السكري في هذه اللي عندهم ما قبل السكري، فكيف نحن ندخلهم في برنامج عدة نشوفهم خلال طبيب الأسرة، من خلال المثقف الصحي، من خلال التغذية، كلهم يشتغلون بشكل متكامل عشان يوفرون الخدمات هذه، سواء لمرضى السكري أو مرضى ما قبل السكري. من غير هذه الخدمات يقدمون الأطباء الأسرة خدمة الرعاية المنزلية. طبعا اليوم نحن نعرف أهمية الرعاية المنزلية، خاصة كبار السن أو أصحاب الهمم، يوم ما يقدرون يجون العيادات لأسباب مرضية، فلازم نحن نوصلهم للبيت، لأن نحن نقدم خدمة للمجتمع كله. صحيح. فاليوم نحن نوفر هذه الخدمة عن طريق طبيب أسرة وعن طريق الممرضة، يقومون بخدمة الرعاية المنزلية وفقا للشروط طبعا اللي تقدمها من هيئة الصحة في دبي، وتوفر لهم خدمات متكاملة، سواء خدمات العلاجية، الفحوصات، الأدوية، توصلهم لين البيت. من غير هذا بعد عندنا عيادة الأمومة والطفولة، طبعا عندنا حين الحمد لله برنامج اللي هو الفولوشيب، حتى طبيب الأسرة تخصصه في الأمومة والطفولة، وهم بس يشوفون الأسرة، أحيانا يشوفون الأسرة يشوفون ما قبل ما تتزوج، يقدمون خدمات ما قبل فحوصات الزواج، من بعدها يقدمون خدمات رعاية الحوامل، من بعدها يقدمون خدمات التطعيم أو متابعة الأطفال، فهي خدمة مستمرة وشاملة. صحيح. دكتورة خولة، هناك دائما تساؤل، يعني إذا نرجع عن موضوع داء السكري، يعني أكيد في المراكز اللي تابعة للرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، مثل ما تفضلتي دكتورة، أن هناك عيادات خاصة للمصابين بداء السكري، أو حتى هناك عندكم برامج توعوية وتثقيفية بالنسبة للأشخاص اللي احتمال أن يكون عنده إصابة بداء السكري مستقبلا. ليش دكتورة اليوم الخدمات موجودة بالطريقة اللي ذكرتيها الشمولية، بحيث أنه يعني يتم علاج الإنسان المصاب بداء السكري ليس فقط من قبل الطبيب، وإنما أيضا مثل ما تفضلتي يكون بجانب الطبيب الأخصائي التغذية، وأيضا يكون معه أخصائي العناية بالقدم، يكون معه أخصائي فحص شبكية العين، ويكون معه أيضا المرشد النفسي، الجانب النفسي والدعم النفسي، وأيضا التمارين الرياضية. ليش هاي الشمولية دكتورة، أو بالأخص للإنسان المصاب بداء السكري؟ سؤال وايد مهم. ليش نحن نبغى خدمة شاملة؟ لأن أولا المرض السكري يحتاج منا اهتمام كبير ورعاية كبيرة، لأن متى ما المريض السكري حافظ على مستويات السكر، نحن نقدر نمنع وايد أشياء. صحيح. نقدر نمنع مشاكل الشبكية مثل ما ذكر، نقدر نمنع مشاكل القدم، فنحن تركيزنا اليوم مو بس على العلاج، الحمد لله العلاج متوفر وأفضل الخدمات وأفضل الرعاية، نحن اليوم نركز أن نحن ما نبغى نوصل المريض السكري لهذه المضاعفات، نبغى اليوم نقدم خدمات ونثقفه ونخبره شو المشاكل، كيف هو يعتني بالقدم، كيف لازم نحن نحافظ على الفحص الدوري للشبكية، كيف نحن نحافظ على أكلنا، كيف، لأن مثل ما مريض السكري قدر يستوعب هذا كله وقدر يتعاون ويا الأفراد مقدمين الرعاية الصحية الأولية، نحن نقدر نمنع المضاعفات، لأن نحن ما نبى في يوم من الأيام يجينا مريض السكري عنده مشاكل في الشبكية،
أو عندنا مشاكل في القدم، إحنا نحاول كثر ما نقدر نمنع هذه المضاعفات. وشافت الدراسات والبراهين العلمية شافوا متى ما كانت الخدمة شاملة أكثر، متى ما المريض السكري سمع من كل مختص، يعني يسمع الكلام من طبيبة، سمع من المرشد الصحي، من الممرض الصحي، من أخصائي القدم، يكون تأثيره أفضل ومضاعف، ويكون المضاعفات تكون أقل عن اللي يستشير طبيب واحد أو يستشير أخصائي واحد. صحيح. وهذه الشمولية اللي نحن نتميز فيها لها آثار ولها امباكت على المريض وعلى وأهل المريض بعد، مو بس المريض. صحيح. وهذه دكتورة مثل ما تفضلتي جانب مهم جدا، احنا دائما ننصح الشخص المصاب بداء السكري بأن لابد أنه يتأكد بأنه هو يتلقى عفوا العلاج الصحي المتكامل، وليس فقط علاجه زياراته يعني للعيادة فقط مع الطبيب، لابد أنه يحرص أنه أيضا يعني متابعاته الدورية مثل ما ذكرتي دكتورة مع أخصائي المرشد النفسي أو المرشد أو الأخصائي التغذية أو أخصائي العناية بالقدم أو شبكية العين، لابد أنه يتأكد أنه يالس يتعالج بشكل شمولي وبشكل أيضا يعني علمي ودقيق. صحيح. دكتورة خولة، ننتقل معك ونتحدث معك عن، ذكرتي أنت بأن هناك خدمات شمولية وخدمات متنوعة من تخصصات طب الأسرة، لو تحدثينا دكتورة خولة عن الإمكانيات والتجهيزات اللي متوفرة، اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في أقسام طب الأسرة. طبعا نحن عندنا في طب الأسرة في العيادات، أنا أتكلم عن مركز عبير الصحي، وكل العيادات هي نفس الشيء، تقدم نفس الخدمات، عندنا خدمة طب الأسرة، وجميع الأطباء الأسرة اللي يعملون في هيئة الصحة في دبي يكونون أخصائيين حاصلين على الزمالة البريطانية أو البورد العربي لطب الأسرة. يعني بعد تخصص الطب كان في عندهم برنامج تدريبي لمدة 3 أو 4 سنين عشان يحصلون على شهادات الطب الأسرة، وتوفر عندنا مثل ما قلت لك عيادات الطب الأسرة، عندنا عيادة السكري اللي يجلس فيها يكون طبيب أسرة، يكون عنده شهادة في السكري بغض النظر عن كانت دبلومة أو ماجستير، بس يكون عنده شهادة اختصاص في السكري. عندنا بعد متوفرة في كل عيادة يكون عندنا خدمات الدعم الفني اللي تكون من المختبر، الأشعة اللي توفر فيها الأشعة السينية اللي احتاجنا، أو الموجات الفوق صوتية، أو أشعة الماموغرام اللي هي جدا مهمة في فحص سرطان الثدي، هذه أيضا متوفرة اليوم في عيادات طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي. وأيضا يتوفر عندنا مثل ذكرت لك أنا الخدمات الرعاية الصحية الأولية. نعم. وعيادات الأمومة والطفولة. صحيح. وبعد عندنا خدمة تطعيم المسافرين اللي هي تشمل على توفير التطعيم على للمسافرين اللي بيسافرون برا، نقدم لهم الاستشارة الطبية ونشوف التطعيم اللي المفروض يأخذونه قبل ما يسافرون لأي بلد. هذه بعد من الخدمات الصحية اللي نوفرها في عيادة طب الأسرة. نعم. دكتورة خولة، عندنا تساؤل من أحد المستمعين يقول ليش هناك يعني ما في توعية عن مثلا الفحوصات الدورية. أنا جالس ألخص فقط دكتورة المداخلة بأن يعني كل عمر له مجموعة من الفحوصات المفروضة، شخص يعني يوم يوصل عمر 40 أو 45 أو 50 و60 و70 له مجموعة من الفحوصات. هل أنتم يعني تقومون بهذا الدور في المركز أو في المراكز الأخرى التابعة لهيئة الصحة بدبي بالنسبة للفحوصات الدورية كلا حسب عمره، يعني فئات العمرية المختلفة؟ نحن عندنا برنامج الفحص الدوري الشامل. نعم. وهذا جزء من برنامج قدمة دولة الإمارات بشكل عام، واللي أعلن عنه سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، اللي هو فحص الدوري الشامل. هذا نحن نقدمه على حسب العمر، هو يعني نحن أول شيء نبتدي فيه نشوف هو من عمر 18 فما فوق، وعلى حسب شو التاريخ المرضي اللي يكون عند المريض، حسب عاداته الصحية،
يكون في تساؤلات كثيرة نسأل، نشوف عاداته الصحية الغذائية، الوزن، الطول، عقب نشوف إذا في تاريخ مرضي معين، وبناء على ذلك نحن نقدم البرنامج الفحوصات المعينة لكل مريض على حسب عمره أو حسب الاحتياج له، وهذا متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. وبالنسبة للتثقيف الصحي نحن نقوم في برامج التثقيف الصحي أو الدورات التثقيفية في العيادات أو عن طريق الحملات التوعوية خارج العيادات، بس الحين حاليا عشان الكوفيد وعشان الإجراءات الاحترازية نحن ياسين نقوم فيها على منصات التواصل الاجتماعي عن طريق حملات عن طريق الزوم، ونقوم بالإعلان عنها في منصات هيئة الصحة بدبي. نعم دكتورة خولة، الخدمات اللي ذكرتيها تفضلتي فيها طبعا متنوعة ومختلفة وشمولية وأيضا تخصصية، يعني في تخصصات مختلفة، هل خدماتكم دكتورة تحتاج إلى مواعيد مسبقة؟ كيف ممكن الشخص يوصل ليتلقى هاي الخدمات؟ وبالأخص دكتورة الخدمات اللي ذكرتيها مثلا الفحوصات الدورية، هل الشخص يحتاج بأن يراجع المركز عندكم لمشكلة صحية معينة، أو أنه يقدر أنه يحضر العيادة فقط أنه يحتاج أنه يسوي فحص معين في عمر 50 سنة أو 40 سنة أو أي عمر كان؟ يعني طبعا احنا نفضل ان كل الزيارات اللي يكون فيها المريض انه ياخذ موعد مسبق. نعم. عشان يكون ضامن انه يعني محصل موعده ويدخل على طول على الطبيب عشان نمنع الانتظار الطويل. صحيح. اوكي، طريقه الحصول على مواعيد هي عن طريق التطبيق هيئه الصحه في دبي او عن طريق مركز الاتصال. اوكي، يقوم المراجع الاتصال واخذ الموعد مسبقا بالنسبه للخدمات اللي انا ذكرتها. وحاليا طبعا في هيئه الصحه في دبي نحن وفرنا خدمه طبيب لكل مواطن اللي هي عن طريق الفيديو كول. اذا واحد حاب يسوي فحوصات يطلب فحوصات ما يحتاج انه يكون الا زياره انه يشوف الطبيب، فيقدر عن طريق طلب الخدمه اللي هي طبيب لكل مواطن عن طريق تطبيق هيئه الصحه، وبعد بيقدر يحصل. فهو اللي يناسب المريض اللي هو حاب، اللي حاب يكون زيارة فيزيكلي للعيادة إنه يشوف الطبيب عشان يبحثها ويطلب الفحوصات اللي يحتاجها، إحنا يعني في هيئة الصحة فاتحين المجال، أو إنه عن طريق خدمة الطبيب لكل مواطن يأخذ موعد مسبق ويقدر عن طريق بعد يحصل على الفحوصات الدورية الشاملة. صحيح دكتورة، نحن الحقيقة سعداء جدا في الحديث معك عن هذا الموضوع المهم وأهمية يعني طب الأسرة وتخصص أيضا طب الأسرة. نحن ما بندخل لآخر حوار معك عن المشاكل، ولكن بنختم معك دكتورة أن تعطين لمستمعينا الأعزاء آخر نصيحة عن أهمية الفحوصات الدورية. شو تنصحين أفراد المجتمع أو المستمعين عن الفحوصات الدورية؟ أيضا دكتورة أهمية طبيب الأسرة، لابد أن الشخص يكون عنده طبيب يرجع له يعني بشكل مستمر. طبعا احنا ما نتكلم عن الطبيب الاستشاري في المستشفيات الكبيرة، ولكن في مراكز الرعاية الصحية الأولية دور طبيب الأسرة في حياة الإنسان اليومي. أول شيء أنا أحب أذكر لكل المستمعين أهمية أن كل إنسان اليوم، كل شخص أو كل عائلة يكون لها طبيب أسرة يزورونه بشكل مستمر. نحن مو بلازم نحن نلجأ لطبيب الأسرة إذا كانت عندنا مشكلة صحية أو إذا كان عندنا مرض معين بس نراجع طبيب الأسرة، لا، نحن لازم يكون دورنا أكثر من شيء، أو المجتمع لازم يكون عارف أن نحن لازم نتجه للجانب الوقائي أكثر من العلاجي. نحن طب الأسرة نحن نقدم الجانب الوقائي والعلاجي، فالجانب الوقائي وايد مهم، وكيف احنا نقدر نمنع المرض، نستفسر عن سواء هذا الجانب عن طريق التطعيمات او عن طريق الفحوصات الدورية الشاملة. وهذه الفحوصات وايد مهمة من سنة 18 فما فوق، انك على الاقل في السنة او كل سنتين على حسب الحاجة المرضية احنا نقوم بهذه الفحوصات بشكل دوري عشان نكون عارفين. اذا كنا مثلا احنا ما نقدر نعرف اذا المريض عندما قبل السكري من غير الفحوصات هذه. صحيح. الفحوصات مهمة، تقدر نقولنا نحن وين وكيف وضعنا، شو البرامج اللي نحتاجها، شو وينصحنا الطبيب سواء البرامج السلوكية، برامج تغيير نمط حياة،
هذه كلها نقدر نحددها بعد ما ندرس المراجع، نعمل فحص دوري ونعمل فحص كامل. نعم. دكتورة خولة عيسى الحجاج، طبيبي أخصائي أول ومدير مركز زعبيل الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة خولة، وشكرا لجهودكم الجبارة الحقيقة والكبيرة في موضوع يعني الخدمات التثقيفية والتعزيزية والوقائية اللي تقدمونها في هيئة الصحة بدبي لأفراد المجتمع. شكرا لك، وأيضا شكرا لفريق عملك المبدع. شكرا دكتورة. شكرا. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد حديثنا مع الدكتورة خولة عيسى الحجاج عن خدمات الطب الأسرة وأهمية طب الأسرة، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. هذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي، مستمعينا الأعزاء، نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة لأخت نجاة السويدي، ودائما في الإخراج مخرجنا المبدع المتألق الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.